يعني ما ادري هالكومنت من متى موجود بس تو اشوفه خلوني اراويكم شيء. اتوقع الحين اوريدي كلكم شفتوه بوث في بيكس اللي غربالتكم ببه. تعالوا خل باخذكم جوله فيه واراويكم التفاصيل. اول شيء عندكم هالطاوله تقدرون ترسمون عليها بروحكم، تقدرون ترسمون عليها وياي. مجهزه لكم هالاوراق الصغيره اللي استخدمها حق ارسم بالالوان المائيه. بعدين عندنا كره كاس العالم فيها احداث كاس العالم كلها تقدرون تشوفونها. وفي هالتجار حطيت لوحاتي تقريبا اغلبها، بعضها كوبيز بعضهم الاصليه. وبالنسبه للمنتجات تذكرون اللوحات الصغار، عندنا منهم فون هاندلز، ووفرنا دفاتر سواء حق طلبة الجامعة، طلبة المدرسة، أو حتى اللي يحبون يكتبون يومياتهم. وبعد اللوحات الصغار سويناهم استيكرات، شوفوا حجم كيوت. طبعاً لوحات ماينكرافت لأنهم واجد مطلوبين، سويت منهم كوبيز بكل الأحجام تقريباً. في بازلز لمحبين ألعاب الذكاء. بعدين نجي لهالجزء منشرة لوحات الألوان المائية. كتبوا لي إيش رأيكم في البوث، شنو تحسوا ناقص أضيفه؟